ده؟ وين الناس؟ غريبة، ما في غريبة، ما في أحد هنا. وش ذا؟ وين راحوا؟ وين اختفوا هذول؟ إيه، عشان أمس ما قدرنا نجي وما عرفنا وش صار معهم. آها، أنا سمعت أمس إنهم قبضوا على ناس أغراب دخلوا على المزرعة من السور. إيه، ماما علمتني، وعشان كذا قالت لي انتبهوا على نفسكم. لا تخافين، ما عليك، أنا معك بعد الله. لو جاء أحد منهم بعطيه ضربة أسطورية بسطره. زين، خليني أشتغل شوي في المزرعة عشان أساعد جدو أمين. يلا بسم الله نساعده. نعم، سبائح فطين وباحث دهين بأنبل الخصار. نعم، هنا من أجلكم نستثمر النعم، نستشعر الجمال. طرق طموحنا الأفق اللي طلت الألق، سنفسح المجال. كيف كانت نومتك بالله يا سوس؟ بصراحة أنا والله ما ارتحت. المكان ذا ما عجبني. إيش ما عجبك؟ لأن الهواء فيه نقي، وفي ريحة ورود وريحة الياسمين. امشي. أنا متعود على السجن والبصل والغبار والأزعاج والروائح. أنا عشان كذا شافك نايم على الأرض وتارك السرير اللي فيه فراش وسليب هاي. أنا ناقص بالله في أحد ينام على الأرض؟ ما تعود. حتى بالله لو شميت ريحة العطر شفتك في الزيت متعود على ريحة البصل. بعدين تدري إن نومة الأرض هذه أوه لو جربتوها ما راح تنسوها. نومة جميلة. أي نومة جميلة. أنت بس ركز في ال. وأنا على أمس شايفك أمس ما شاء الله جالس تشخر. اصبر. إيش فيك؟ ركز. هي مسكتين. وشوف. وين برضه؟ في اثنين موجودين هنا. عند الله. شكلهم عمال جدد. إيه. شكلهم ياخذون مكاننا. لا. مسكين زر. دول شكلهم حرامية. حرامية؟ نعم. أفا. إيه. يعني في حرامية غيرنا؟ اسمع. أنا أعرف الحرامي من غير الحرامي. لا 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 شوف أنا شوشة. هذولا مرتبكين. أنا شوشة أعرف الناس المغشوشة. هذيلا مو زينا. لا لا لا. واضح الناس مرتبين نظيفين. أسمع. نعم. وأنا سوسة ما أحب الحوسة. أسمع أنا أقول لك حرامية يعني حرامية. متأكد؟ نعم. شوف بمشي معك هالمرة. إيه. وبنقول إنهم حرامية. أنت أصلاً دائما تمشي بعيد شور. وتاخذ من راسي. لا تاخذ من راسك. انا ما باخذ من راسك. تنكبنا. انا اصلا لو افلق راسك بيطلع حبه بليله ومنتهي مدتها. ما امشي قدام بس. تعال الحين. نعم. وش بتسوي الحين يا نكبه؟ طيب تعال افهمك. اسمعني، انا دائما تعرفني ابو الخطط. ايه. انا شيك ازر. ايوه. بوقف جنبهم. ايوه. انت تمسكهم وانا بصارخ. ايش فيك تضحك؟ العب غيرها يا ابوي. وش العب غيرها؟ تلعب علي. تقول لي انا امسكهم وانت تصارخ. لا انت اللي تصارخ. لا يا حبيبي. ايوه. لا انا اللي اصارخ لان صوتي انا اعلى. ايوه. لا انت تمسكهم وانا اصارخ. لا حول ولا قوة. إيه. انت لازم تعكس الخطة. اي. وبعدين انا معروف صاحب الصرخة الذهبية. والله شكلها. تذكر في السجن يوم كنت صارخ. اي والله ما استوقع. والكل كان يخاف مني. الصلعة الذهبية. انت غلطان، محل حلاق هذا اللي جنبنا. اسمعني. اي. بنروح الحين. اي. اثنين نمسكهم. لا. لان هم اثنين. لا 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 لا. لا وحدك يا حبيبي لوحدك. يا رب. وانا صارخ واسمع. والصراخ يبغى له طاقة إيجابية وتركيز. أنا لو مسكت واحد ما ركز، ما أقدر أصارخ. طيب. تركيزي كله بيروح في إني أمسكهم. تعال خلاص. إيه. نعم. تعال. بهدوء. حبة. أيوة. شوي. حبة. شوي. طلع صوت. شوي. طلع صوت. أيوة. حجاز كدرت هذا اليوم. مسكناكم. تعالوا يا حرامية. تعالوا يا حرامية. قبضنا عليكم. مسكناكم. ماذا تفعلون هنا؟ مثل ما قال الأستاذ،
ماذا تفعلون هنا؟ إيه. من اللي بيجاوب؟ يلا يلا دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا أول مرة أشوفكم في المزرعة؟ يقول أول مرة يشوفونا. يقول أول مرة يشوفونا في المزرعة. يا عمي حنا ولدنا هنا. حنا من مواليد المزرعة. المكان هذا تواجد علشاننا. دقيقة، كيف مكانكم؟ حنا والدي من هنا ولا عمرنا قد شفناكم. ولا عمرنا قد شفناكم. أصلاً ما عمرنا قد شفناكم بهذه المزرعة. هاي المزرعة جدو أمين. جد تعرفين جدو أمين بعد؟ أوه. مسوين نفسهم جابوا معلومات. لا اسمع يا عمي. كل الناس تعرف. كل الناس تعرف ان هذه مزرعة جدو. صح. ومكتوب برا اصلا، لا تضحكون علينا. اصلا اول ما تعدي المحطة مكتوب جدو امين 5 كيلو. تعال امين. اقول انت وياه ايش قاعدين تسوون هنا بسرعة يا حرامية يا لصوص. حقك معهم، حقك معهم. نعم اي معنا كشف ماسكهم زين. حقك معهم. اصلا ليه نطلع من مزرعتكم؟ هاي مزرعة جدو أمين مو مزرعتكم. أنتم الحرمية، يلا اطلعوا برا. يلا اطلعوا برا حرمية. يلا احنا نطلع برا حرمية. احنا نطلع، احنا جذورنا هنا في هذه المزرعة. صح صح جذور. نعم. هنا ايه؟ أول ما جاء كان بدرة. اي والحين شوف صار الآن شوي إنسان. إنسان اسمعوني أقول. أها ايش فيهم؟ عرفت الآن وشو شكلهم يا ليمونة. هم اللي قبضوا عليهم أمس، اللي دخلوا المزرعة ونطوا من السور. مسوين نفسهم الآن الأمن. والله إنك فضيحة. سالفتك صارت بجلاجل. المزارع كلها يتكلمون على السور حقك هذا. كذابين. إحنا ناس محترمين وما راح ننط من الأسوار. إحنا ندخل من السور. صح. نعم. كيف إحنا؟ كيف أنتم أولاد محترمين وأول مرة أشوف أولاد ينطون من فوق السور يدخلون مزرعة؟ لا ضيعوا الموضوع بس خلاص. سمعتي؟ لا تقولي ذا الكلام. أنا عالم محترمة. صح. وبعدين اسمعي. أيوة. لا تغيرين الموضوع. أحسنت. أنتم حرامية. حرامية. أنتم حرامية 100%. هم إيش؟ حرامية 100%. هم حرامية 100%. هم حرامية. اسمعني دقيقة. أنتم الحين مين شغلكم هنا؟ دخلنا دقيقة. مسوين نفسكم الحين أمن، شكلكم حرامية. حنا إيش كان حرامية؟ شكله جدو أمين شغلكم. جدو أمين طيب ما يعرف الناس. طيب المغشوشين. جدو أمين ما يعرف إنه بعض الأشرار يدخلون مزرعته، فهو يحب يعرف إنه كل الناس طيبين. يحسب كل الناس طيبين. أصبحت وياه يوم الخير. وما يعرف إنه بعض الناس مغشوشين. مغشوشين. أصبحت وياه. أسمعوا كيف تتكلمون على جده كذا وتقولوا ما يعرف وأنتم اللي تعرفون. اسمع يا سوسن. جده هو يعرف كل شيء. تراني أنا ليمونة صغيرونة. اسمعوا اسمعوا. ما أحب أحد يجي فجأة يتكلم على جد أمين. اسمع يا ليمونة واسمع يا شو اسمك أنت؟ فلفل. فلفل بغيت أعطس قبل شوي من الفلفل حقي. اسمعوني أنت وياه. أتحمل. اسمعني. خطة 26. يا حبيبي. خطة 26. سوسة. 26. معلش. سبحان الله يعني. خطة 26. 26. ايوه اي عرفت. ليمونة شنو يا حرمية تافهين؟ لا ما تافهين. يا سلام حرمية تافهين. يا تافهين انت وياها. اسمعوني. خطة 26. 26 كم مرة فهمتها؟ خطة 26. 26. ايوه. ايوه هي. تو توصل لي المعلومة. والله الارسال ضعيف. النت عندهم معلق. يا جدو. ايوه. يا جدو. حرامية. حلو. حرامية. أيوة. يا جدو. حرامية. أنا أقولها. حرامية. يا عالم. يا ناس. حرامية. يلا ما حد جاء. حرامية. ما حد جاء. يا جدو. يا جدو. ما حد جاء. دق. الحقني يا جدو. صوتك ضعيف. حرامية.